معلومة طقسية. طقس صلوات اليوم سنوي، صلوات الأجبية بالقداس حتى الساعة التاسعة. الصوم يجوز فيه الصوم الانقطاعي ولا يؤكل فيه سمك. الألحان جيف ميفي وتيشوري، ويقال لأنك أتيت وخلصتنا. القراءات تقرأ فصول اليوم. الأشية الموسمية المياه. التوزيع المزمور 150 والمدائح بالطريقة السنوي. ختام الصلوات اسمه إنيمو إميفيارو، بارك مياه الأنهار. بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. اليوم 24 من شهر أبيب المبارك، أحسن الرب انقضاءه وأعاده علينا وعليكم، ونحن في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب يا آبائي وإخوتي، آمين. في مثل هذا اليوم من سنة 19 للشهداء 303 ميلادية، استشهد القديس أبانوب النهيسي. ولد هذا القديس من أبوين مسيحيين ببلدة نهيسة بمركز طلخة محافظة الدقهلية، فنشأ في الطهارة والقداسة. ولما أثار دقلديانوس الاضطهاد على المسيحيين، اشتاق أن يسفك دمه على اسم السيد المسيح، فقام ومضى إلى لوسيانوس والي سمنود واعترف أمامه بالسيد المسيح، فلاطفه ثم أمر بضربه على بطنه حتى تكسرت عظامه، فأرسل الرب ملاكا ليقويه ويشفيه. فأمر الوالي بسجنه، ثم استدعاه وأمر بربطه وتعليقه منكسا على صار المركب التي يقلع فيها الوالي من أتريب بمحافظة القليوبية، ونزل إليه ملاك الرب فشفاه وأنزله. فآمن عدد كبير من أهل أتريب وكذا والي سمنود وجنوده، فهيج الشيطان جماعة من عباد الأوثان فقتلوا عددا كبيرا، ونال الجميع أكاليل الشهادة. ثم غضب الوالي وأمر القديس أبانوب أن يبخر للأوثان فرفض، فعذبه الوالي عذابات كثيرة. وأخيرا أمر الوالي بقطع رأسه فنال إكليل الشهادة. وأخذ القديس يوليوس الإقفهصي جسده وكفنه وأرسله إلى بلده، ووضعه في صندوق ودفنوه في كنيسة نهيسة بإكرام جزيل. وبعد فترة نقل الجسد إلى كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بسمنود، ثم نقل سنة 916 للشهداء إلى كنيسة القديسة العذراء مريم بسمنود، وبني فيها مذبح باسمه. بركة صلواته فلتكن معنا، آمين. وفيه أيضا من سنة 416 للشهداء 700 ميلادية، تنيح القديس البابا سيماؤون الثاني البطريرك الثاني والأربعون من بطاركة الكرازة المرقوسية. بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد دائما أبديا، آمين. من مزامير أبينا داود النبي، بركاته على جميعنا، كثيرة هي أحزان الصديقين، ومن جميعها ينجيهم الرب. يحفظ الرب جميع عظامهم، وواحدة منها لا تنكسر. الليل
الناس. فصل من إنجيل معلمنا ماري لوقا البشير. التلميذ الطاهر بركاته على جميعنا. وفيما هو يكلمهم بهذا ابتدى الكتبة والفريسيون يحنقون جدا ويصادرونه على أمور كثيرة، وهم يراقبونه طالبين أن يصطادوا شيئا من فمه لكي يشتكوا عليه. وفي أثناء ذلك إذ اجتمع ربوات الشعب حتى كان بعضهم يدوس بعضا، ابتدى يقول لتلاميذه: أولا تحرزوا لأنفسكم من خمير الفريسيين الذي هو الرياء، فليس مكتوم لن يستعلنا ولا خفي لن يعرف، لذلك كل ما قلتموه في الظلمة يسمع في النور، وما كلمتم به الأذن في المخادع ينادى به على السطوح. ولكن أقول لكم يا أحبائي لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد وبعد ذلك ليس لهم ما يفعلون أكثر، بل أريكم ممن تخافون خافوا من الذي بعدما يقتل له سلطان أن يلقي في جهنم. نعم أقول لكم من هذا خافوا. أليست خمسة عصافير تباع بفلسين وواحد منها ليس منسيا أمام الله، بل شعور رؤوسكم أيضا جميعها محصى، فلا تخافوا أنتم أفضل من عصافير كثيرة. وأقول لكم كل من اعترف بي قدام الناس يعترف به ابن الإنسان قدام ملائكة الله، ومن أنكرني قدام الناس ينكر قدام ملائكة الله، وكل من قال كلمة على ابن الإنسان يغفر له، وأما من جدف على الروح القدس فلا يغفر له. ومتى قدموكم إلى المجامع والرؤساء والسلاطين فلا تهتموا كيف أو بما تحتجون
أو بما تقولون، لأن الروح القدس يعلمكم في تلك الساعة ما يجب أن تقولوه. والمجد لله دائم. بسم الله والابن والروح القدس الآن واحد أمين. تحل بركتمات الآن وكلنا وندهى الدهور كلها أمين. إنجيل هذا الصباح المبارك من إنجيل معلمنا لوقا البشير، وهو موافق اليوم الجمعة 31، موافق 24 أبيب من الشهر الإبتي. طبعاً احنا عارفين إن القرايات بتبدأ بعشية وباكر والقداس، فالثلاث قراءات بتاعت الأناجيل بتبقى لها رسالة معينة وهدف واحد احنا بناخده بالترتيب. ففي عشية بيقول في المزمور: عجيب هو الله في قدسيه، إله إسرائيل يعطي قوة وعزاء لشعبه، والصدقون يفرحون يتهللون أمام الله يتنعمون بالسرور. هللويا. الإنجيل بتاع عشية من إنجيل القديس متى البشير، مسيح له المجد بيتكلم تلاميذ بيقول: ها أنا أرسلكم كخراف في وسط ذئاب، فكونوا حكماء كالحيات وبسطاء كالحمام. سيد المسيح له المجد بيكلم التلاميذ يقولهم إيه؟ أنا أرسلكم كخراف في وسط ذئاب. كلمة خراف دي اتكررت في الكتاب المقدس أكثر من مرة، وفي إنجيل آخر بيقول: لا تخف أيها القطيع الصغير، لأن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت. وفي إنجيل يوحنا صح 10 بيتكلم: أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. فكلمة الخراف اتكررت أكثر من مرة في الكتاب المقدس، وبيكلم التلاميذ المؤمنين بيقول: ها أنا أرسلكم كخراف في وسط ذئاب. اشمعنى الخراف بالذات؟ الخراف فيها ميزات في شكلها، يقول لك الخراف فيها دسم من الداخل ولكن في نفس الوقت ضعيفة من الخارج والخراف تعرف صوت الراعي وتمشي وراه تتبعه على طول. ولا ننسى برضو من هذا الموضوع أن المسيح نفسه شبه نفسه بالخراف، أن هو حمل الله الذي يحمل خطية العالم كله. قديس يوحنا المعمدان شهد المسيح وقال: هوذا حمل الله. فإحنا نتشبه بالمسيح له المجد، إذا كان هو حمل أو خروف إحنا كمان نتشبه به كخراف. والخراف زي ما بنقول أن هي كانت فيها دسم من جوه لكن من بره ضعيفة، وده يورينا قد إيه النعمة لما بتشتغل مع الإنسان المسيحي، الإنسان اللي يتبع ربنا، يكون فضل القوة لله، ما يتكلش على قوته، ما يتكلش على حكمته، ما يتكلش على عقله، لكن يتكل على نعمة الله اللي عايشة معاه من الداخل، وهي اللي تأذره ومشي معاه من الخارج. زي ما قال كده: لستم أنتم المتكلمين بروح أبيكم الذي في السماوات. فالنعمة بتبقى من الداخل الإنسان. ولا ننسى برضو أن الخراف من ضمن الذبائح اللي كانت تقدم على المذبح في العهد القديم، وأول ذبيحة تقدمت كان خروف الفصح لبني إسرائيل. فالخروف له رموز كتير في الكتاب المقدس ورمزه للمسيح. وأيضا بيقول: كونوا حكماء كالحيات وبسطاء كالحمام، يعني ان الواحد بسيط في التعامل معاه ولكن يبقى حكيم برضو، انه يحافظ على نفسه من العالم. الحكمة بتاعت الانسان المسيحي المؤمن انه يحافظ على نفسه من العالم، يحافظ على نفسه انه ما يغرقش في العالم، ما يشتهيش العالم. وزي ما بيقول لنا في الكتاب المقدس: لا تحبوا العالم ولا الاشياء التي في العالم. انجيل القداس، وهو من إنجيل معلمنا لوقا البشير من إصحاح 11،
بيقول كده بيتكلم فيما هو يقول هذا. ابتدأ الكتبة الفريسيين ينظرون رضيا، فبعد الترجمات يقول يحنكون عليه على المسيح له المجد، ويكلمونه في أمور كثيرة ويمكرون ليصطادوه بكلم فيه. بيورينا الهدف طبيعة الكتبة الفريسيين لما كانوا يسمعوا المسيح، مش بيسمعوه عشان يبقى فيه خلاص لأنفسهم، لكن كانوا بيسمعوه عشان يصطادوه بكلمة. وفي ناس ممكن تسمع الشخص المتكلم اللي بيعلم عشان يصطادوه، ليس الهدف إن هو يتعلم أو يستفيد من الكلمة الخارجة من لسان الواعظ أو الخادم. عشان كده اللي بيبقى عايز يصطاد كلمة ما بيستفيدش أي حاجة، لكن اللي بيستفيد هو الإنسان اللي واخد الكلمة الخارجة من الخادم أو من المعلم، إنها رسالة من الله من الروح القدس. عشان كده المسيح له المجد مع التلاميذ مع قديس بطرس الرسول قال له ادخل إلى العمق، ادخل إلى العمق، يعني الإنسان تكون له نظرة روحية دقيقة، مش نظرة خارجية ينظر للخارج فقط. الكتب الفريسيين عصروا في المسيح عشان المسيح كان بيجاوبهم بشدة ويعرفهم الوصايا الصحيحة وإزاي يسلكوا فيها، لأنهم كانوا بيكسروها بسبب تقاليد الناس وكانوا خايفين على أنفسهم. لكن الإنسان لما يدخل العمق وياخد الكلمة بالبركة بتاعتها اللي هي من الروح القدس يقدر يستفيد منها. زي الأنبا أنطونيوس سمع الإنجيل، كتير سمعوا في وقته الإنجيل، لكن هو خد الكلمة ليه هو وتفحصها بعمق، لما خدها وعاش بيها أصبح أنبا أنطونيوس أب الرهبان جميعا كوكب البرية. إن أردت أن تكون كاملا اذهب وبيع كل مالك. ده يورينا الشاب الغني لما قابل السيد المسيح وحب يعيش بالكمال، إن أردت أن اذهب بيع كل ما، يقول إيه؟ مضى حزينا ما بصش للعمق لكلمة المسيح له المجد ومشي معاه. وكان يقدر ساعتها لما يعيش مع المسيح ويشوف حياة السيد المسيح له المجد والبركات اللي بيدهن المسيح له المجد كان يترك كل شيء. قديس متى البشير كان قاعد على الجباية، المسيح له المجد قال له اتبعني. قديس متى البشير نصر للمسيح وترك كل شيء وتبعه. عشان كده احنا محتاجين في حياتنا الروحية يبقى في عمق في الحياة الروحية، ليس السطحية. عشان كده الكتبة والفريسين كان ينظرون إلى السطحية في حياة السيد المسيح له المجد. لما كانوا يعيرونه يقولوا احنا عارفين من أبوك ومن أمك، لكن ما كانوش يعرفون إن هو كلمة الله النازل من السماء. حتى من ضمنهم نيقوديموس ما كانش فاهم يعني إيه اللي نازل من السماء، قال له أتولد يعني أتولد مرة تاني، ما كانش فاهم. المسيح له المجد بدأ يوضح له. عشان كده الكتبة الفريسيين كانوا بيعصروا لأن هم كانوا واخدين نظرة سطحية وليس النظرة العميقة، ولذلك كانوا مرائين في حياتهم وشكليتهم أمام المسيح. ولذلك المسيح كلم التلاميذ وقال لهم تحرزوا من خمير الفريسيين، تحرزوا لأنفسكم من خمير الفريسيين. ليه؟ لأن هم أصبحوا مرائين من الخارج شيء ومن الداخل شيء آخر. هو عايز يعلم التلاميذ أن يعيشوا ما يعيشون به من الداخل يكون من الخارج، واللي من الخارج يكون من الداخل. عشان كده قال من فضلة القلب يتكلم اللسان، من كنز قلبك يخرج الصلاح. لكن في إنسان مرائي يبقى من الداخل شيء من الخارج شيء، يبقى عامل زي الخمير، والخمير زي بيتحط في العجين، من بره نشوف العجين لكن من جوه في الخمير، الخمير ده اللي بيخمر العجين كله، لكن محدش بيشوف الخمير، والخمير ده إشارة للفساد. عشان كده الإنسان مننا لازم ياخد باله من الفساد الداخلي، لأن من الفساد الداخلي بيأتي الفساد الخارجي. حاجة تانية، إن الإنسان السطحي ملوش نظرة عمق يبقى إنسان عالمي، يحب العالميات ماديات الجزدانيات، ويبقى كل اتكاله على المال، على محبة العالم، على الذات اللي بتقتل الإنسان. كتبوا الفريسيين قتلتهم الذات،
كان عندهم الذات أكتر من أي شيء آخر. الذات دي هي اللي بتقتل الإنسان. عشان كده إحنا في المعمودية الإنسان بيدفن ذاته ويقول كده أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. وربنا بيطمننا، مش معنى أن أنت تدفن ذاتك، مش معنى أن أنت تعيش بعمق أن أنت هتتنسي وحتى وأنت في العالم، لا، ربنا هيكون معاك وهيكون فاكرك وشايفك وماشي معاك. عشان كده بيقولهم أنتم أفضل من عصافير كثيرة. يعني إذا كنت أنت بتبص لما العالم هيقف ضدك وكون عايش بعمق في الحياة الروحية ومن الخارج زي الداخل، اوعى تفتكر لما تضطهد أو تتألم من الخارج إن ربنا نسيك، لا، ربنا واخد باله منك. يقول كده انظروا إلى طيور السماء إنها لا تزرع ولا تحصد، أبوكم السماوي يقوتها. أبوكم السماوي يقوتها يعني واخد باله منها. وبيقول كده أنتم أفضل من عصافير كثيرة، يعني ربنا بيخلي باله من العصفور. إذا كان بيخلي باله من العصفور مش هيخلي باله من الإنسان اللي بيتبعه؟ عشان كده التلاميذ في الرسالة الأولى لما هم بدأوا يبشروا ورجعوا قال لهم هل أعوزكم شيء؟ قالوا لا، حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. ما كنوش محتاجين أي حاجة. قال لهم لا تحمل لكم لا كيس ولا مزود ولا أي شيء. عشان كده التلاميذ راحوا ورجعوا فرحانين بعمل المسيح معهم. أنتم أفضل من عصافير كثيرة، أليست خمسة عصافير تباع بفلسين وواحد منها لا ينسى قدام الله؟ يعني كان زمان اللي يشتري عصفورين بفلس ويشتري عصفورين بفلس يبقى الأربعة بفلسين، فيجي الراجل اللي بيبيع يدي عصفور زيادة فوق الأربعة. طبعا الشخص اللي بيربى عنده العصفور يقول لك يعني أنا هعيش أهتم بهذا العصفور والباقي بعته واستفدت منه، طب وده أعمل فيه إيه؟ فكان يحمله على الشخص اللي يشتري الأربع عصافير، فيقول ده بيدي نوع من العناية من الله على هذا العصفور، إن ربنا واخد باله منه. ويورينا قد إيه اهتمام الله بالإنسان اللي في العالم، اهتمام الله بالإنسان اللي في العالم اللي بيتبعه. بيقول حتى شعور رؤوسكم أيضا جميعها محصاة فلا تخافوا، إذن أنتم أفضل من عصافير كثيرة. يعني الشعرة ديت اللي بتقع من الإنسان ممكن الواحد ما ياخدش باله منها، تقع منه ما ياخدش باله منها، لكن يقول شعور رؤوسكم جميعها محصاة. كلمة محصاة يعني معدودة، ومعدودة يعني معروفة، وإحنا بالنسبة للمسيح معروفين بأسمائنا. خرافي تسمع صوتي فتتبعني وأنا أعرفها. كلمة أعرفها يعني عارف كل واحد وعارف ما في داخل كل إنسان في حياته معاه، عارف اللي من الداخل وعارف اللي من الخارج، ولو من الداخل في ضعف بيقويه ويديله نعمة ويقول له أنا معاك ما تخافش ما تقلقش. زي القديس بولس الرسول لما كان في السفينة وهتغرق هو والسجناء معهم، يقول الرب وقف بي وعزاني وقال لي ما فيش حد هيهلك في السفينة، وهو فعلا لم يهلك أحد من السفينة ولا من البحارة، وربنا حافظ عليهم كلهم. عشان كده ربنا بيقول لنا جميع شعوركم محصاة فلا تخافوا، أنتم أفضل من عصافير كثيرة. وحاجة تانية يقول لنا، يقول لنا أقول لكم إن كل من يعترف، ده الهدف في حياتنا الروحية على الأرض، إن إحنا طالما عشنا للمسيح في ضيقات في ألمات في ضعف ناخد بالنا منه، ولكن في نفس الوقت يقول لنا كل من يعترف به قدام الناس، الإنسان ياخد بال منه في حياته الروحية وهو على الأرض، كل اللي بتعمله لأجل مجد الله، والملائكة بتفرح بكل عمل تعمله لأجل مجد الله. يرى الناس أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. والملائكة بتفرح لما الإنسان الروحاني العايش بعمق مع ربنا بيرجع ربنا
بيفرح بيه، بس مش الآب بيفرح، والملائكة يقول لك السماء تفرح بخاطئ واحد أكثر من 99 بار لا يحتاجون إلى التوبة. السماء بتفرح، الملائكة بتفرح، الآب بيفرح لأن خليقته رجعت ليه تمجده في حياته. الله يعطينا نعمة ويعطينا بركة إن احنا نمجد المسيح في حياتنا من الداخل ومن الخارج، نعترف به كل أيام حياتنا، يعترف بنا أمام الملائكة في السماء. لإلهنا كل مجد وكرم من الآن إلى الأبد، أمين.